مريم انت سامعانا؟ صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بصبح عليك يا نهواند، بصبح عليك يا كريم، وطبعا صباح الأهلي، صباح الفوز، صباح الانتصار، صباح جمهور النادي الأهلي اللي دايما راسه مرفوعة في السماء بسبب المجهود اللي بيبذله طبعا لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني طبعا للنادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكل القائمين على المؤسسة العظيمة دي. وفي النهاية كمان صباح روح الفانيلا الحمراء، كل السمات اللي أنا قلتها دي هي السمات اللي سيطرت على عناوين جميع الصحف المحلية والعالمية والعربية والمصرية. وزي ما بقول دايما في كل فوز للنادي الأهلي لا صوت يعلو فوق صوت النادي الأهلي في جميع الصحف. ولكن خلينا في البداية نروح مع تصريح مهم من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، طبعا تصريح للمدير الفني بيتسو موسيماني. طبعا العنوان كان حققنا فوزا مهما في المغرب وتمنيت تسجيل المزيد من الأهداف. عبر طبعا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم من النادي الاهلي عن سعادته البالغه طبعا بالفوز اللي حققه النادي الاهلي مساء امس على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدفين دون رد. وطبعا قال ان هي كانت مباراة صعبة ولكنها كانت قوية خاصة على مستوى خط الوسط وخط الدفاع. كمان قال ان هي يعني اشاد بالمجهود اللي عملوه جميع اللاعبين في الملعب خاصة محمد مجدي قفشة بعد احرازه للهدف القاتل في الدقيقة الرابعة في مرمى الوداد المغربي. وكمان اشاد طبعا بمجهود حارسنا المتألق محمد الشناوي خلال أو طوال المباراة. كمان أو بعد صديق كمان لضربة الجزاء بتاعة الوداد. كمان قال إن الأهلي خاض هذه المباراة وفقا للخطة الفنية اللي طبعا وضعها الجهاز الفني للفريق قبل المباراة. عايزين نقول كمان إن هو شايف إن الفريق كان بإمكانه إن هو يحقق يعني أكثر من هذه الأهداف، ولكن هو كان سعادتها تتضاعف في هذه الحالة. ولكن هو شايف ان كان في اداء مشرف وان هي كانت مباراة قوية اداها لاعبو النادي الاهلي. كمان انهى حديثه بيتسو موسيماني للموقع الرسمي للنادي الاهلي، قال خلاص مباراة وانتهت 90 دقيقة انتهوا، بنستعد طبعا لإياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا اللي هيقام يوم الجمعة ان شاء الله المقبلة في القاهرة. وقال انه الاستعداد بالكامل هيبقى ليها حتى يعني يتحقق الفوز العظيم. النهارده هيكون معانا جوله في تناول الصحف المغربيه لفوز الاهلي على الوداد مساء امس. عندنا طبعا يعني اكثر من عنوان مثير في الصحف المغربيه، كان اولها من موقع لوماتا عنوانه الوداد بيتلقى هزيمه مفاجئه امام الاهلي. طبعا ده كان في تقرير مقتضب جدا يعني تناوله موقع لوماتا عن الخساره اللي تلقاها الوداد على يد الاهلي بهدفين دون رد. عندنا كمان من الموقع الالكتروني لطبعا جريدة المنتخب تناول المباراة تحت عنوان لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي. طبعا يعني في تقرير مثير قال الموقع ان لعنه الفراعنه اصابت فريق الوداد طبعا في الاول بعد الخطا الفادح بسبب الدفاع لنادي الوداد، وطبعا اللي استغله قفشه في الدقيقه الرابعه واحرز من خلاله هدف. كمان قال ان اللعنه دي استمرت طوال المباراه خاصه لما محمد الشناوي طبعا يعني تصدى لركله الجزاء. كمان عندنا من موقع 360 تناول المباراه بعنوان الاهلي بيسقط الوداد ويقترب من نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا وصف الموقع محمد الشناوي حارسنا المتالق بعد تصديه لركله الجزاء. عندنا كمان من موقع هيبا بريس عنوان المباراة الأهلي بيخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد المغربي. طبعا أوضح التقرير أن الأهلي تفوق على الوداد ليس فقط في النتيجة ولكن أيضا في الأداء يعني على مدار المباراة. كمان عندنا من موقع البطولة المغربي أصدر تقرير عنوانه كالتالي الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابا ويعقد من مأموريته إيابا. طبعا ذكرت التقرير عدة نقاط أهمها
ان الوداد بدا بدايه مخيبه جدا، وده اللي تسبب في احراز محمد مجدي قفشه للجول طبعا في الدقيقه الرابعه، وانه وصفوا ان الخطا ده خطا لا يغتفر. عندنا كمان النقطه الثانيه اللي ذكرها الموقع ان خط الدفاع طبعا يعني التابع للوداد ظهر مفككا امام هجوم النادي الاهلي. كمان امتدح التقرير بشكل اساسي اداء حارسنا العظيم محمد الشناوي. عندنا كمان من موقع تشوف تي في تناول خساره الوداد امام الاهلي بهذا العنوان: الاهلي المصري يقسو على الوداد بثنائيه نظيفه ويلحق به هزيمه مذله. طبعا وصف كمان النادي الاهلي بنادي القرن. عايزه اقول كمان ان يعني امبارح والنهارده الصبح كان ايام حافله بالفراعنه في جميع الصحف والمواقع الالكترونيه، لان الفراعنه مش بس رفعوا راسنا طبعا في المغرب، ولكن كمان الفرعون المصري محمد صلاح رفع راسنا في ليفربول، وتناولت جميع الصحف العالميه طبعا الهدف المية اللي احرزه محمد صلاح في طبعا يعني شباك ايفرتون في الجوله الخامسه من الدوري الانجليزي. كان عندنا عده صحف تناولت طبعا الاسطوره محمد صلاح، اهمها سكاي نيوز، يورو سبورت، ذا سن، وسبورت، وماركا، وليكيب. طبعا تناولوا هدف محمد صلاح انه هو الاسطوره، و100 هدف لمحمد صلاح مع ليفربول. طبعا عايزين نقول ان محمد صلاح هو الاول اللي بيحرز هذا الرقم منذ 2008 طبعا بعد الاسطوره او الايقونه ستيفن جيرارد اللي احرز طبعا هذا الرقم في عام 2008. كمان عايزين نقول ان محمد صلاح ثالث اسرع من يحرز هذا الرقم، لان كان الرقم في المباراه ال 159 ليه. واخيرا عايزين نقول ان صلاح يعني بات اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول اللي بيسجل 100 هدف على الاقل مع الفريق على كافه المستويات او كافه البطولات لليفربول. طبعا دي كانت اخبار الفراعنه واخبار الاهلي اللي رفع راسنا، ومحمد صلاح اللي كمان دايما رافع راسنا من جميع المواقع والصحف الإلكترونية العالمية والمحلية والعربية والمصرية. بشكركم جدا، ألف مبروك مرة تانية عودة للاستوديو مرة أخرى. أنا بشكرك يا مريم، ولكن أنا عايزة أرجع معاك لأن أنت كنت معانا برضو قبل الماتش، كان يوم الأربعاء تحديدا، وتكلمنا برضو عن كيف بيتناول الإعلام المغربي والسوشيال ميديا يعني ذهاب أو سفر بعثة الأهلي والماتش والتوقعات والتغطية وغيره. يمكن كان في إلى حد ما زي ما أنت برضو ذكرتي في نوع من التفاؤل على او نجاح الوداد، ولكن اعتقد الامر اختلف تماما في الصحافه المغربيه بالامس. زي ما انت ذكرتي برضو العناوين يعني المسيطره كانت هزيمه يمكن مذله، هزيمه مفاجئه، لعنه الفراعنه. فاعتقد الاعلام المغربي لحد ما بيحمل الوداد يعني بشكل كبير هذه الخساره في فكره ان هم ما لعبوش بشكل يمكن لائق في هذه المباراه او مباراه الذهاب. بس عايزه اروح معاكي للسوشيال ميديا كمان، لو تطلعيني تحديدا ايه اراء يعني اراء وتوقعات ومش توقعات، يعني ازاي تناول الشعب المغربي فكرة هنا الهزيمة؟ يمكن كان في حياد او يعني كان في موضوعية في الصحف والجرائد المختلفة المغربية، ولكن على الصعيد الاخر ربما يكون السوشيال ميديا في نوع من يعني الحزن اللي كان مسيطر شوية زي ما انا تابعت. فلو تقول لنا نهاوند. انا مبسوطه جدا ان انت يعني ذكرتي هذه النقطه على وجه التحديد، لان انا كنت عايزه ابدا بيها معاكم على مستوى السوشيال ميديا. انا عايزه اقول لك ان هاشتاج النادي الاهلي تصدر كل المواقع او كل مواقع التواصل الاجتماعي. بمجرد ما نكتب الف لام الف هتلاقي الاهلي بيتصدر تويتر، انستغرام، فيسبوك، كل المواقع على جميع المستويات. عايزه انقل لك بقى طبعا يعني في البحث النهارده، يعني عايزين نقول ان طبعا الشعب المغربي انقسم الى نصفين. في منهم شايف طبعا ان الاهلي بيستحق بجداره هذا الفوز، لان هو شايف انه ادى مباراه عظيمه جدا، وان هو استغل خطا الوداد. طبعا هم طبعا جايين على فريقهم بشكل اساسي، شايفين انه هو كان اداؤه مخيب جدا. طبعا كان فيه هجوم كبير جدا على المدير الفني للنادي الوداد المغربي، وكانوا شايفين ان احنا كمان او صعبنا فرصه الوصول للنهائي بالنسبه لنادي الوداد، خاصه انه هنا لازم
يحقق سكور كبير جدا، واحنا يعني هنتعادل او نخسر 1-0، فبالنسبه لهم بقى اصبح مستحيل الوصول للنهائي. طبعا ما فيش مستحيل في كره القدم، ولكن ده اللي تناوله جمهور المغرب. ولكن على الجانب الاخر يعني حتى الجانب الغاضب، في برضو جانب يعني يعتبر كروي او بيتناول الموضوع بمهنيه شديده، شايف ان الاهلي بيستحق الفوز جدا، وانه قدم مباراه رائعه، وان الشناوي كمان قدم مباراه اكثر من رائعه، وان لعيبه الاهلي كانوا يعني على قلب رجل واحد، وان بيتسو موسيماني بانت يعني بصمته الاولى في هذه البطوله، وشايفين ان ده فرق كتير جدا مع نادي الاهلي. كلام جميل، واعتقد كلام يسعدنا كمان. بنشكرك جدا زميلتنا العزيزه مريم سميح، وشكرا زميلتنا الجميله برضو هنا ابو القاسم.